الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق رياضة الآباء والأجداد، ننطلق من ميدان التحدي من ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا العاشر والمخصص للجعدان، وهناك سيارة وضعت لصاحب المقدمة والصدارة. انتقل مباشرة مع البداية الأولى مع الصدارة هذا الشو. يا سلام، ما بين هالأسماء الجميلة، ما بين هالشعارات التي دائما تصول وتجول في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. بداية هذا الشوط، هناك أيضا عرمرم خالد بن محمد بن هويدن بن سعيد الاكتبي. أنتقل مباشرة مع المركز الثاني في هذه اللحظات وصول وتقدم. هناك من شاهين خليفة بن علي بن عبيد بن عبن أيضا ضاعن الاكتبي، انتقل مباشرة مع المركز الثالث. التقدم من هذه الأسماء الجميلة والمميزة، وصل الوافي سالم بن محمد بن صالح بن محمد العامري، بينما اللي احتلوا خذ المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك الوصول من أرسال ناصر بن بطحان بن سلطان المنصوري والمركز الخامس. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول وتقدم من شاهين خليفة بن علي بن عبيد الاكتبي. هكذا نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى، هكذا الشعارات القوية هنا المنطلقة هنا مع الكادر الأمامي الباحثة عن الناموس، الباحثة عن نقطة ذهبية في هذا المهرجان الغالي. ولكن هناك مناور على الصدارة والمقدمة، راشد بن ذيب بن عبيد بن الفهيد المري يتواجد على الصدارة والمقدمة، يتواجد على صدارة هذا الشوط. تواجد هناك شعار سمحة وخذ المركز الثالث. انتقل مباشرة مع المركز الثاني، وصول وتقدم هناك من عرمرم خالد بن محمد بن هويدن الاكتبي على المركز الثاني، بينما هناك رجل المفاجآت هنا يقدم لنا الوافي في هذا الشوط. يا سلام، سالم بن محمد بن صالح بن محمد العامري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصل هناك ايضا التقدم من شعار ابو منصور من الجانب الايمن. ولكن الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، رعد نايم بن عبد الله بن دوده بن خلفان الحرسوسي هنا خذ المركز الثاني. الشعارات بدات تتقدم، العمالقه هنا في موقع واحد، الكبار يتواصلون من المراكز الخلفيه. اعود هناك ايضا مع المركز الثالث في هذه اللحظات، وصل مياس حمد بن حميد بن احمد بن حارب المهيري هنا يتواجد بهذا الشعار الجميل والمميز. ولكن اعود مع البدايه الاولى، اعود مع الصداره الاولى، تويوتا لاند كلوزر بيك اب هناك يتواجد لصاحب المقدمه والصداره. من هو سعيد الحظ؟ الامور في خطر هنا ما بين هالاسماء الجميله. ولكن هنا المركز الثاني، يا سلام على هذه الأسماء التي بدأت تتقدم في هذه اللحظات. وصل وهالي رماح هنا يتواجدون مع هذا الانطلاق، انطلاقة مشغل مسفر بن علي بن مسفر على خيلي هنا يتواجد على المركز الثاني في هذا المسار. 1200 يا أصحاب الهجن، يا ملاك ويا مضمرين، تابع يا من تتابع، تابع هذا. هناك أيضا الصراع والنزاع مع البداية الأولى، هناك مشغل 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 بدأ يشغل الجميع هنا مع هذا الكيلو الأخير والخطير والمثير في نفس الوقت. هنا بدينا في العد التنازلي، بدينا في هذه الأمتار المجنونة. وصل نسناس سعيد بن جار الله بن سعيد بن جار الله آل سالمين هنا يتواجد في هذا المسار. ولكن هناك أيضا الوصول من شعار المجازف، المجازف هنا بدأ يجازف في هذه اللحظات مع شقة عبد الله بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري يقدم لنا شقة. وهناك مشغل على الصدارة والمقدمة، جولة الأوامر التحدي والإثارة هنا، مشغل وشقة، مشغل وشقة ما بين هناك أيضا ما بين هالشعارات. ولكن شقة 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 على الصدارة والمقدمة. سلام
سلام محمية الفقع، سلام محمية الفقع. هناك أيضا على هذا الإنتاج الجميل هنا وانطلاق شقة على الصدارة والمقدمة عبد الله بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري، بن زيتون المهيري على الصدارة والمقدمة للمرة الرابعة على التوالي هنا. سلام يا الإمارات، سلام سلام مجازف، سلام وسلام إلى المجازف هنا أيضا، هو منازف مجازف مع منازف هنا أيضا، هنا مع التحدي والإثارة. سلام يا دولة الإمارات مع انطلاقة شقة على الصدارة والمقدمة عبد الله بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري المركز الثاني. لحظات الوصول هنا أيضا من نسناس سعيد بن جار الله بن سعيد بن جار الله، بينما المركز الثالث مشغل مسفر بن علي بن مسفر الأخيلي، بينما اللي احتلوا هذا المركز الرابع سالم بن محمد بن صالح العامري مع انطلاقة الوافي، واللي خذ المركز الخامس وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من أيضا مبلش محمد بن بطيب بن محمد الحسن المري. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى. أعود إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية مع انطلاقة شقة عبد الله بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري، قدم العرض الجميل وسلام للإمارات سلام. ها هو التوقيت الزمني مشاهدينا متابعين الكرام، 6:08 جزئين من الثانية، بينما أيضا المركز الثاني مشاهدينا متابعي الكلام نسناس سعيد بن جالله بن سعيد بن جالله آل سالمين، والتوقيت الزمني 6:11 وفاء وتماما وكمالا، بينما اللي خذ المركز الثالث مسفر بن علي بن مسفر الخيلي وايضا حصل على التوقيت الزمني نفس التوقيت 6:11 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس جميع الفائزين.